بعض أئمة المساجد والشيوخ يقرؤون على الناس بآيات من القرآن والدعاء فيعلمونه ماذا أصابك، وبعضهم يقول له أصابك سحر، وبعضهم يقول أصابتك عين، إلى آخر ذلك من كلامهم الذي يقولون، فما حكمكم في هؤلاء وحكم الذهاب إليهم وحكم التصديق بهم، وهل ما يقولونه صح؟ إذا كان طالب العلم الذي يرقي الناس قد اعتاد على ما تعرفها مما يصيب مسحور أو علامات يعرف بها العين فلا بأس بذلك، يقرأ عليه ما يسر الله من كتاب الله كالفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله المعوذتين أو غيرها من الآيات. الله جعل القرآن شفاء من العين ومن السحر أيضا، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال العلماء: لا رقية أولى وأشفى أولى وأنفع إلا من عين أو حمى. والعين هي النظرة، يسمونها النظرة للنفس، والحمى السم ذوات السموم. قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقد رقى ورقي عليه الصلاة والسلام، وأمر أن يرقى أولاد جعفر، قال وقال إنها صبتهم العين، قال لأمهم إنها صبتهم العين صبتهم العين، فأمرها أن تسترقي لهم. فالرقية نافعة من العين. فإذا كان طالب العلم المعروف بالعقيدة الصالحة أنه جرب هذه الأمور ورأى ما فيه فلان أنه مما يعرف أنه من العين أو أنه سحر مسحور، فيتعاطى علاج السحر أو علاج العين. النبي عليه الصلاة والسلام: عين حق، ولو أن شيء سبق القضاء سبقته العين. وقال: استغسلوا، فإذا عرف العين يستغسل، يطلب منه أن يغسل وجهه ويتمضمض ويغسل داخلة إزاره وأطراف يديه ورجليه حتى يصب على المعين وهو يشفى بإذن الله، أو يرقى بما يسر الله من القرآن من الفاتحة وآية الكرسي وغير ذلك، والغالب أنه ينفعه ذلك بإذن الله. وهكذا مسحور يرقى بالفاتحة وآية الكرسي وآية السحر التي في سورة الأعراف ويونس وطه تقرأ في ماء الله مع والله مع القوافل: قل يا أيها الكافرون، قل والله أحد، المعوذتين، ويصرف منه بعض الشيء ويتروش من الباقي، ينفع الله بذلك كثيرا من أصابوا السحر. والسحر واقع يقع كثيرا، قال الله جل وعلا: واتبعوا ما الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الله السحر وما أنزل في بابل هاروت وماروت وما يعلم من أحد حتى يقول إنا نذكر فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فالسحر واقع من كثير من الناس، منهما يقتل منهما يمرض منهما يغير العقل، لهم فيه أنواع من التصرفات ويستعينوا بالجن والشياطين في ذلك. وقد وقع هذا في عهد موسى عليه الصلاة والسلام، وقام سحارة فرعون بجمع العصي والحبال وغمروا على عين الناس واستغربوا عيونهم حتى ظن الناس أن هذه العصي وهذه الحبال حيات يخير إليه من سحرهم أنها تسعى. فلما ألقى موسى عصاه لقفتها وأخذتها كلها، وعرف الناس بطلان هذا السحر، وخر السحر سجد لله عز وجل وتابوا وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى. والمقصود أن هذا له علاج، إذا عرف بالعلامات التي اعتادها أنه سحر استعمل الرقية بالسحر. وذكر بعض المتقدمين أن من أسباب العلاج وأن من ما يدخل في العلاج سبع ورقات سدس تدق تجعل الماء أيضا، وأن هذا أيضا قد ينفع بإذن الله من أمر السحر. وهكذا في أمر الرجل يفشى عن زوجته ويمنع من زوجته إذا قرئ له هذه الآيات مع الفاتحة مع آية الكرسي مع قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد المعوذتين وشرب منه واغتسل الباقي، في الغالب أنه يزول أثره ويطلق حبسه.